يمكن ما في ولا فتاة بكل العالم ما حلمت بيوم من الأيام أنها تعيش ببيت باربي تلبس مثلها ويكون شكلها كمان بيشبهها. اليوم صار فيها كل فتاة صغيرة أو كبيرة حتى أنها تدخل على بيت باربي وتعمل جولة فيه. باربي The Dream House Experience هو كناية عن بيت ضخم بيمتد على مساحة 900 متر مربع تقريباً، تم افتتاحه مؤخراً بسانرايز فلوريدا، وهذه هي المرة الأولى يلي بتنعمل فيها نسخة طبق الأصل عن بيت باربي. هالبيت تم بناؤه بأقل من سنة واستعمل فيه أكثر من 10 كيلوغرام من الجليتر و100 جالون من الدهان الزهر. هالجنة الحلوة كلها مليئة فرح وجمال هي ثمرة التعاون بين الشركة يلي بتصنع هاللعبة و EMS Entertainment، وعم تعطي الفرصة لكل الفتيات إنهم يعيشوا هالتجربة الحلوة ويحققوا حلمهم. كليب لابسين توتو زهر، كب كيكس، أكثر من 350 شكل للعبة باربي مع حبيبة كان أكيد، غرفة للمكياج، غرفة نوم، غرفة طعام، كل الأجواء محضرة لتحس الفتاة إنها مكان باربي. وكمان كجزء من المغامرة فيهم الأهل يحجزوا الفانيو لأعياد الميلاد، والفتيات فيهم يستفيدوا من نهار كله اهتمام وثياب حلوة ومرح وتنفيذ مختلف النشاطات يلي كانت تعملهم باربي، إن كان السباحة أو عزف الموسيقى وغيرهم. بطاقات الدخول بتتراوح بين الـ 14 والـ 29 دولار، ومن المتوقع بعد النجاح الكبير يلي عم بلاقيها البيت إنه يتم افتتاح بيت تاني لباربي ببرلين ألمانيا بيمتد على 2000 متر مربع.